استاذنا اتفضل. والله انت وضميرك فرقع البلونه بعدين شكوا براحتك. والله كان شكوا براحتك بعد كده. ما هو مفهوم الولاء من وجهة نظرك؟ الولاء ده حب وانتماء للوطن، الولاء حب للأسرة، الولاء حب للمدرسة اللي انت فيها ده ولاء، كل ولاء أي حاجة تنتمي إليها ده ولاء، حبك لأولادك ولاء وردي، حبك لزوجتك وأولادك ولاء، حبك لأرضك ووطنك وجيشك وشعبك زي ما بيقول برضه ولاء. شكرا. والولاء طبعا والانتماء لله سبحانه وتعالى الاول. صح. اول شيء. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا. حط ايدك وليطلع معايا. البوكس ده مليان. دخل لك خالص. شفت؟ ده عشان بس 10,000 جنيه مكسب. Thank you.
انت ايه؟ انا مالي؟ خلاص اطلع ايدي بقى. اطلع 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 وصلت وصلت. ما مفهوم الاجتماع؟ وهل هو وراثي ام مكتسب؟ انا باخد وراثي. وراثي هي بتسكت. الدرس انه ممكن يتم في اللغه يعني ممكن لو ابوه اهلاوي ولا اهلاوي بس هو اوكي بس بعد كده بيكتسب ايه؟ بيكتسب بعد كده طلعوا خمس ابلوات قولوا المساواة ليس فيها مساواة في تنمر 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 تنمروا علينا لا احنا شكرا لا افرادكم تملكوا تكونوا بعض.